مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من أمام محلات بيع المأكولات الجاهزة بالمجازر القديمة أو بمحلات المجازر القديمة المعروفة بالبطوار. اليوم الأربعاء صباح يوم الخميس، ليلة الأربعاء صباح الخميس، أنتم كتشوفوا إقبال عادي إن لم نقل ضعيف على هاد المحلات ديال بيع المأكولات الجاهزة. الساعة تشير إلى حوالي الخامسة صباحا. كذلك الملاحظ هو أن مكيناش الفوضى اللي كنعرفو بأنها كتكون هنا منذ بدء التدخل ديال الامن، كيدير دوريات على مدار الساعه في المحيط ديال هاد المحلات التجاريه. الاشخاص اللي كيفكروا يديروا الفوضى ولاو كيتجنبوا انهم يجيو لهنا، لان كيعرفوا في اي لحظه تقدر توقف سياره ديال الشرطه، اي شخص مخالف القانون او كيحدث الفوضى غادي يتم الايقاف ديالو. امور هنا عاديه في هذا الاثناء. ودائما السؤال اللي كنطرحوه من اي مدينه او من اي دوله كتابعونا، وشكون اللي سبق له لهنا في هذه المحلات، واتمنى واش كتجيكم مناسبه ام لا. تسناو التعاليق ديالكم مشاهدينا الكرام على قناه الشعب، قناه شوف تيفي. اذا في انتظار التعليق ديالكم مشاهدينا الكرام، انتم دائما على قناه شوف تيفي مباشره من منطقه عين السبع الحي المحمدي بمدينه الدار البيضاء، بالضبط امام محلات بيع المأكولات الجاهزه بالمجازر القديمه المعروفه بالبطوار. كيف ما كنقولوا دائما، هذا هو المحل اللي كتنطبق او المحلات اللي كتنطبق عليهم، انك في اي لحظه غادي تجي غادي تلقى الماكله سخونه 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. اذا نتوما كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام، عفوا، الأمور عادية هنا بمحلات بيع المأكولات الجاهزة. مازلنا كنتظروا تعليق ديالكم مشاهدينا الكرام دائما من امام محلات بيع المأكولات الجاهزة بالمجازر القديمة معروفة بالبطوار. شكون سبق لك لهنا؟ كيفاش كتجيكم الوجبات هنايا؟ واش لذيذة؟ والأثمنة واش مناسبة ام لا؟
نستمعوا في هذا الجولة مشاهدينا الكرام. انتم كتشوفوا امور كيف قلنا جد عادية هنا بمحيط محلات بيع المأكولات الجاهزة البوطوار، امور جد عادية. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مبشرين آخر.